معظمنا إذا مشكلنا بينتقد الأشخاص الأوفر ويت وعنده نظرة شبه دونية للأشخاص الأوبيس اللي كتير أوفر ويت. هول أشخاص نحنا ما بنعرف ظروفهم، هول أشخاص هني ما حابين يكونوا هيك. موضوعنا اليوم مش كيف نتعامل معهم، نتقبلهم ما نتقبلهم، ننتقدهم ما ننتقدهم. موضوع اليوم نركز على سلوك واحد لازم نتجنبه لحتى ما نصير بيوم من الأيام بهيدا المطرح. من نورث أمريكا من 10 سنين لهلأ نسبة الأوبيسيتي زادت 5 أضعاف. شو السبب الأول؟ سهولة الأكسس على الجونك والفاست فود. الأشخاص اللي بيزيد وزنهم بشكل تدريجي هن الأشخاص اللي عم يعتمدوا أكتر على الفاست فود. إذا زاد وزنكم 20 كيلو فوق المعدل الطبيعي رح تبلشوا تفقدوا السيطرة على هرمون الشبع والجوع، اللبتين والجرولين. شو يعني؟ هول هرمونين طالما نحن محافظين على معدل طبيعي للوزن رح يكونوا بالانسد، بس لما يزيد الوزن هرمون الشبع رح يبلش ينزل وهرمون الجوع رح يبلش يطلع. الأشخاص الأوبيس إحساسهم بالشبع معدوم إطلاقا، كرمال هيك بضلهم يطلبوا أكل. وشو نوعية أكلهم؟ جونك فود. اليوم هي دعوة أو نصيحة، تقللوا من استخدام أو استهلاك الجونك فود. إذا بتاكلوا مرة باليوم عملوها مرة باليومين، إذا بتاكلوا مرتين بالأسبوع عملوها مرة بالأسبوع. Moderation is key. تمتعوا بالأكل، بس عطول تذكروا أنه التمتع بجسم سليم هي أكبر متعة بالعالم. Enjoy, good luck.